جديدة من برنامجكم بيت دعاء. ناس كتير تلاقيها ماشية في حياتها بتحلل وبتحرم بمزاجها، تيجي تعمل حاجة معينة عادي يعني، تلاقي اللي بيقول لا ده حرام، ازاي تعمل كده؟ طيب حرام ليه؟ هو حرام كده وخلاص؟ اكيد دي حاجة مش صح ان احنا نحلل ونحرم بمزاجنا، لازم نرجع لأهل العلم المتخصصين اللي بيوضحونا بناء على علمهم وعلى دراستهم. وهو ده موضوعنا النهاردة مع ضيفنا الشيخ احمد المالكي من علماء الازهر الشريف. اهلا بك يا شيخ. الله يخليك يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. امين يا رب، الستر والصحة يا رب، وليك يا شيخ احمد يا رب وكل المشاهدين يا رب. طيب شيخ احمد، موضوع مهم جدا، موضوع الحلال والحرام. كلمة حرام دي كمان كلمة صعبة قوي 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 قوي، ما ينفعش ان انا اجي جنبها ولا اقولها عادي كده، يعني مش اي حد يقول كلمة حرام. فمش معقول على حاجات بسيطة احنا نقول حرام او نقول حلال واحنا مش متأكدين. يعني الحديث ده ذو شجون زي ما بيقولوا يعني. الحمد لله وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا، اللهم أمين. خلينا بس بداية كده نتكلم إن كلمة الفتوى، يعني علماءنا قالوا لنا إيه؟ الفتوى صنعة. الفتوى إيه؟ صنعة. أنا عاوز الحلقة دي يكون دردشة بيني وبينك، الحلقة دي بالذات يعني. ليه بقى؟ يعني ايه الفتوى صنعة؟ الفتوى صنعة، انا قلت قبل كده ودايما اقول، لو ان انسان خريج كلية هندسة مثلا، اي قسم من الاقسام، ميكانيكا مثلا، هل ينفع ان احنا ننزله في سوق العمل مباشرة كده فيشتغل ويبقى ماهر بالصنعة؟ امال هيعمل ايه؟ لازم ياخد خبرة طبعا، يتدرب صح طبعا. فممكن يتدرب عند مين؟ ممكن يتدرب على فكرة عند عامل، فيقول له بص انت اللي درسته نظري، تعالى بقى العمل انا اعلمه لك. فيقول له خلي بالك من دي واعمل دي وبتاع، وياخد 6 شهور ياخد صح. حتى في الوظيفة الحكومية اي حد يجي يشتغل فيقول له انت ليك ايه، بتقعد تقريبا 6 شهور كده الاول نشوف ده يعني هيكمل معانا ولا ايه نظامه ده، وهكذا. الطبيب بيبقى فيه سنة كده اسمها ايه، امتياز، وبعد كده بيبقى مش عارف، بيبقى ممارس عام، وبعد كده يبدأ يتخصص وهكذا. فيا جماعة الدين ليه اهل على فكرة، مش ملطشة. فالفتوى صنع. أحد العلماء المالكيين كان حافظ بيقول حفظت موطأ مالك عليه رحمة الله. موطأ الإمام مالك فيه أحاديث كثيرة جدا، حوالي 1475، 500 حديث، والباقي أثار عن التابعين والصحابة يعني رضي الله عنه. وحفظت المدونة. المدونة فيها دي الرقم اللي أنا هقوله ده، اسمعي بقى، 30,000 سؤال وجواب. كام؟ 30,000 سؤال وجواب، سئل الإمام مالك فأجاب. 30,200 خلاص. المدونة دي مطبوعة في حوالي 12 مجلد، دولة الإمارات طبعتها، وكان بإشراف شيخنا العلامة أحمد طه ريان عليه رحمة رب الأرض والسماء يعني، الله يرحمه يا رب. فتخيلي بقول حافظ كل ده بقى، يعني كل الأسئلة اللي تسأل فيها مالك حافظها وعارف الجواب. الراجل ده عالم ولا مش عالم؟ طبعا عالم طبعا. هو عالم طبعا. بس هو مفتي؟ قال له لا استنى نشوف. فقعد في قعدة كده فسئل في مسألة، فقعد يفكر، فقال مش عارف. طب سئل مسألة تانية، مش عارف. فبيس بيقول لي شيخ هو في ايه؟ قال له الفتوى صنعة. لازم تتدرب الأول على مسألة الايه، على قضية الفتوى طبعا. لما نشوف مثلا عندنا في دار الافتاء المصريه ولا في الازهر الشريف، هتلاقي مثلا الوعاظ مثلا عندنا في الازهر الشريف او باحثوا الفتوى يعني، فيروحوا يتدربوا في لجنه الفتوى الرئيسيه بالجامع الازهر الشريف، فيجلس اهل العلم، فهم قاعدين بيعملوا بقى، بيتدربوا ازاي، يبقوا شايفين السائل، فيسال يقول له والله يا مولانا ده انا عملت مش عارف كذا، ده انا طلقت مراتي، طب قلت لها ايه، المهم ممكن الفتوى تبقى ايه، لا مش طالب. واحد تاني يقول نفس الكلام، لا ده كده طالق. فالتاني بينتبه ويخلي باله المسألة راحة فين وجاية منين. فنيجي احنا دلوقتي بقى، كل من قرأ كتاب بتعريفة عمل فيها الشيخ أبو ظريفة وناطح مالكا والشافعية وأحمد وأبا حنيفة، ويقول لك أصل هم رجال ونحن رجال. لا يا حبيبي استنى بس، هم رجال ونحن رجال إيه؟ ده سيدنا الشيخ الإمام الهروي عليه رحمة الله بيقول لك لما تكون عاوز تبقى مفتي، اللي هو ايه، تكون حافظ الاول ايات الاحكام. ايات الاحكام دي قد ايه في القران؟ معظم اهل العلم بيقول لك حوالي 500 ايه
اللي هي الآيات اللي بتبقى بيّن الله عز وجل فيها الأحكام الشريعة، تمام كده، الحلال والحرام في ده، وألفت فيها مؤلفات عديدة جدا. مثلا في كل مذهب من المذاهب هتلاقي الجصاص له كتاب في الأحكام، ابن العربي له كتاب في كده، ابن الفرس المالكي له كتاب في كده. من المعاصرين كان بندرس كتاب تفسير آيات الأحكام لسيدنا العلامة شيخ الشريعة وكلية الشريعة سيدنا الشيخ السايس عليه رحمة الله. الشيخ الصابوني عليه رحمة الله له كتاب أيضا في تفسير آيات أحكام، آيات أحكام أفرادوا لها كده أجزاء كده آيات الأحكام، فيقول لك تكون حافظ الآيات دي وفاهم كده. طب وآيات أحكام دي كده، يقول لك قال مالك وقال أحمد وقال الشافعي وقال أبو حنيفة وقال الليث وقال مش عارف كذا وقال كذا وقال. فبيعلمك، هو لازم يعني يعلمني كل ده؟ آه طبعا يعلمك كل ده. عطاء رضي الله عنه بيقول من لم يعرف الخلاف لم يشم أنفه الفقه، اللي ما يعرفش الخلاف ده ما ينفعش يفتي، خلاص كده ما ينفعش. فواحد عارف مذهب واحد بس، افتي بمذهبك انت بس، تقول ده مذهبي كذا بس، لكن ما ينفعش اللي انت تنكر على الاخرين. اللي ياخد مذهب الشافعيه مثلا تنكر عليه ليه؟ واحد بياخد بالحنابلة انت مالك انت تنكر عليه ليه؟ واخد بياخد بمذهب الحنفيه. وعندنا البلاد لما نيجي ننظر مثلا مصر مثلا، واحد يقول لك يا مصر على مذهب ايه؟ اقول لك انا بحري ده شافعي خلاص، وفيهم شويه ملكيه، قبلي كده ملكيه وفيهم حنفيه خلاص. نروح بلاد المغرب العربي كلهم ملكية، مثلا بلاد الشام هتلاقوا شافعية وفيهم حنفية، بلاد ما اللي هي الهند وإلى آخر البلاد دي كلها تلاقوهم على مذهب الحنفية. فلما تيجي تفتيهم أنت بمذهب غير المذهب بتاعهم فبيحصل فتنة. فما ينفعش يا حبيبي اللي أنت، يبقى لابد اللي أنت تتعلم الخلاف وتفهم الخلاف. طب الخلاف ده هتعلمه فين؟ بتعلموا أفرد العلماء مؤلفات عظيمة جدا في الكلام ده. هنلاقي مثلا كتاب التمهيد لابن عبد البر ذاكر ده، الاستذكار لابن عبد البر ذاكر ده، المجموع للإمام النووي ذاكر الكلام ده، هنلاقي المغني لابن قدامة ذاكر الكلام ده. بل داخل المذهب الواحد بيبقى فيه أكتر من قول يا أستاذ دعاء. وتخيل واحد بقى يروح عامل إيه بقى؟ يبقى كل ده دراسة، دراسة طبعا، دراسة وعلم، وبعد كده نقول له ما ينفعش تفتي، وبعد كده نقول له ما ينفعش تفتي، استنى سنة سنتين كده اتعلم عند أهل الصنعة. دلوقتي بقى كل من قرأ كتاب بتعريفة ها يطلع يقول لك ده هذا حلال وهذا حرام. طب ما ربنا بيقول يا أخوانا في القرآن ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يعني تخيلي حضرتك لما يجي أي حاجة كده على طول حلال لا حرام، هو ازاي بنيت الكلام ده ازاي؟ سيدنا الشيخ الهروي يقول بقى حافظ ايات الاحكام اه، وعارف احاديث الاحكام، هو في اسمها احاديث احكام اه طبعا، الفها لها المؤلفات. عندي منتقى الاخيار للشوكاني، عندي كتاب بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني حوالي اكثر من 1400 حديث، عندي عمده الاحكام 450 حديث نتفق عليه البخاري ومسلم، عندي كتب افردت مؤلفات كده باحاديث الاحكام. طب وايه ثاني يا سيدنا؟ قال لك ويكون عارف علم أصول الفقه، طبعا ده حاجة بحر كده. طب وإيه تاني يا سيدنا؟ يقول لك والله يكون عارف الأحاديث دي صحيحة ولا ضعيفة. وإيه تاني يا سيدنا؟ يكون راجل بقى رزقه الله البصيرة وعنده تقوى، وهو يجي يتكلم كده يبقى حاطط نصب عينيه يمين الله مش الهوى خلاص، وبعد كده يفتي قال أشك ده مين؟ مش أي حد، ده الهروي الشيخ الإسلام يقول لك يعني مش عارف تقريبا أشك. فهي بقى النقطة إن بعد لما العلماء يقعدوا في السنين في الدراسات دي كلها، هم بس اللي من حقهم يقولوا لي حلال أو يقولوا لي إيه حرام. لكن أنا دلوقتي بتكلم على العامة الناس العاديين، يعني مثلا زي ما كنت عملت أنا فيديو على السوشيال ميديا أنا والشيخ أحمد المالكي، إنه كان في أبليكيشن كده اللي هو بيحرك الصور، ممكن أحط صورتي والأبليكيشن بيحركها حركة بسيطة كأنها فيديو، صورتي أو صورة حد عايش يعني أو حد ميت. فكذا حد بقى إيه كتبوا إيه لا حرام لا حرام لا حرام. ليه حرام؟ ما ينفعش يا جماعة، أنا رديت ما ينفعش نقول كلمة حرام لأنها دي كلمة صعبة قوي قوي قوي، فقالوا لك الأزهر والإفتاء حرام. كلمة حرام صعبة قوي وكبيرة قوي، ما ينفعش إن إحنا نقولها كده من نفسنا، لازم نبقى متأكدين إحنا بنقول حرام ليه.
فقالوا اصل احنا سمعنا ان الازهر حرم، سمعنا ان دار الافتاء حرمت. فانا طبعا سالت وتحريت، ولا الازهر حرم ولا دار الافتاء حرمت. وحتى سالت الشيخ احمد المالكي وعملت معاه فيديو على السوشيال ميديا. انا كان هدفي على فكره ان الابلكيشن ده ما حبيتهوش قوي، لانه بيغير الشكل كده حتى في الحركه كده، بيضايق يعني حتى لو صورتي انا يعني حلال وحرام صعبه، حتى لو صورتي انا. انا بقى اقول ايه، انا احب او ما احبش، انا حره. لكن اقول كلمه حرام، لا ما ينفعش اقول كلمه حرام. لا وبعدين اللي بيقول حرام ده دارس ايه؟ لا يعني لا سمعت يعني دارس ايه بقى؟ لا ما ينفعش اقول سمعت. صح ما ينفعش اقول سمعت. بيتهيألي ان انا قريت، لا مفيش حاجه اسمها بيتهيألي وقريتي فين وسمعتي من مين. هي دي المشكله. القاسم ابن محمد، انا احنا هنا مثلا في مصر، انا عندي الازهر الشريف وعندي دار الافتاء المصريه، اخد منهم هم دول الاثنين الفتوى. اي حد بقى يقول لي كلام تاني كاني مش سامع. طب انا هقول لك واحد اسمه احد فوق المدينه، مدينه النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيها من العلماء وبتاع، قال لك الفقهاء سبعه. يعني حصروهم كده في ايه، في سبعه، اسمه القاسم ابن محمد. فواحد بيساله فقال له مش عارف، فقال له نهار ابيض، ده انا جاي لك من ده انا جاي لك مسافات طويله جدا. قال له روح المدينه واسال. وطبعا كانوا بيمشوا زمان، تخيلي بقى تروحي تخبطي شهرين ثلاثه مشي، وفي الاخر يقول لك ارجع انا ما اعرفش حاجه. فقال له يا ابني لا يغرنك طول لحيتي ولا كثره الناس حولي. ما اعرفش ما اعرفش ما اعرفش. انت في اعرف فقد افتى، دي فتوى لوحدها. وما اعرفش، لكن مش اي حد يقول لي حاجه لازم ابقى عارفاها واقول حلال وحرام. الامام مالك عليه رحمه الله، ده ايه رايك في الامام مالك؟ طبعا يقول لك قال مالك قال الشافعي، صح؟ مالك عرض عليه 42 مساله فجاوا في اربعه بس والباقي قال لا ادري. مش معقول. هو واحد جاي له يقول له انا جاي لك من الاندلس طويت الارض طيه. انت من الاندلس؟ من اسبانيا. ماشي. عشان اقول لاهلي ايه؟ قال لهم قول لهم مالك قال ما اعرفش. كلمه عارفه، حتى احنا عندنا ايه دلعوها شويه كلمه ما اعرفش لا ادري دي، فاحنا دلعناها لا ادري. اللي هو ايه يقول لك ايه، لا مش لا ادري، ما هي لا ادري ما اعرفش. اللي هو يقول لك الله اعلم يا واد يا مؤمن. ماشي الله اعلم. لا 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 ده برضو ما تنفعش. امال ايه؟ اكسر نفسك دي وقول ما اعرفش. ما الله اعلم. ما الله اعلم. اكسر علموه والله تعلمنا كده، ما تقولش الله اعلم، بس قول ما اعرفش. اللي هي ايه؟ لا ادري. كلمه لا ادري، واحد لا ادري برضو كلمه شيك. قول ما اعرفش فاكسر نفسك. اكسر أيوة نفسك وقول ايه؟ قول انا ما اعرفش. طب هو مين قائدنا في ده؟ سيدنا النبي. ايه رايك بقى؟ والسلام. ابن حبان بيقول كده في روى في صحيح ابن حبان، ان راجل راح يسال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اي البقاع شر يا رسول الله؟ فقال له ما اعرفش لا ادري، حتى اسال جبريل. فنزل جبريل، جبريل اي البقاع شر؟ قال له ما اعرفش، حتى اسال ميكائيل. قال لا، يعني ده دول احنا بنا ده سيدنا النبي. ولذلك تعلم الصحابه الكلام ده، ثم تعلم التابعون رضي الله عنهم، ثم الائمه رضي الله عنهم، واحنا علمونا الكلام ده. طب واللي انا بقوله ده فتوى وانا قاعد في البرنامج؟ لا مش فتوى. امال ايه؟ انا ناقل للعلم. ايوه بقول يا جماعه دي الاراء. طيب ورايي انا ممكن يكون كذا، مش عاجبك رايي ما تاخدش بيه. رايي مش ملزم ليك اصلا خالص. طب رايي انا ما لكش دعوه بيه، بس انا لازم اذكر لك كل اهل العلم في المساله دي، لان دي اسمها ايه؟ مش فتوى. امال ده ايه؟ ده تبيين حكم شرعي. لكن الفتوى لازم اكون عارف الشخص.